السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من التجربة الاجتماعية حياة. في حلقتنا تاع نهار اليوم خيرنا موضوع جد مهم وهو الصم البكم. هذا الصم البكم هذا جاتو رسالة فيها جوج توام، راحين نشوفوا الرياكسيون تاع الشعب الجزائري كيفاش يفهم هذه الرسالة من هذا الصم البكم اللي ما يسمع ما يتكلم. بلا ما نطول عليكم تابعوا معنا. الله يجازيك خويا، السلام عليكم. انا والله راني جايز طريق منها ماشي منها، ما نبقى هذا حبسني هنايا. جالو ميساج خويا اللي راك تقرا في الميساج هذا، اللي معاك ما يسمعش ما يهضرش، ما يسمعش فهمو. الله يجازيك باللي مزادو عنده زوج بنات دركا دوك. قول له يجي يجي حالا لعيادة الكواكب بير خان. اصبر شوف. هات لي تيبا. ايه؟ نتايا زادوا عندك زوج دو بيبي. تا 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 ماري ايه بير خادم جمع زادو عنده زوج بناتي بير خادم وين في عياد الكوكب. قول له عياد الكواكب بير خادم، قول له في عياد الكواكب. ما فهمت والله ما قدرت نفهمه كاع، بس راني معاه صراحه. انت خليه خليه زوج زادو عندك زوج يا بيبي 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 ايه توا يفهمك مليح هذا. شوف ها 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 بيتي بيتي بي اي والله بي جميل لما تبشر الغير بالخير، وهذا هو الجزائري يفرح كي يفرح خوها. الله يبارك الله يبارك. دو دو يا حي يا حب حب يا حبي حب يا أرجي. ها شوف أبي شوف شوف تا أبي ماري إيه مدام مدام روح روح دوك روح دوك. أنت أرجي أرجي كلينيك كلينيك هوبيتال كوكب 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 أوصف أوصف كواكب 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 أرجي بير خادم يا حبيبي يا بردو ربان يوم الترمان وش تبولي تيم عاش بلا وين. والله صعيبة لما تسمع الخبر اللي فرحك ومن بعد الخبر اللي بكيك. الموت ما منها مهروب، بصح شكون اللي يقدر يواجهك بالمكتوب. هاك رفت خو هضرب. الو الو ما تقلقش زوج الله يبارك. كلينيك كواكب معكم تاع الخادم كله راه في المكتوب. عندنا اب طفلين باش نونسيو لكم بلي سي عبد الرحمن مات له مرتو. شيا شنو قلت لي؟ عبد الرحمن عبد الرحمن اللي ما يهدرش ايه اللي زادو عنده توام مرتو توفات. ما تقلقش قولي والله شو خو سيب الخير مرتو توفات. الله اكبر. ايه حاول خويا باش يجي اجراءات الدفن. ايه خلاص هاولك هاولك المهم من بعد ان شاء الله صحه يخف ان شاء الله. قولوا بلي مرتو توفات. الله يبارك عندك كيفاش مرتو توفات. الله اكبر فهم وتعيش باش ما يسمعش. تقدر تهضر ما يسمعش ابكم. واش مرتو توفات مرتو توفات. خلاص دوك نقولوا دوك نقولوا تعيش خويا. ولادو حيين ولا ما؟ ولادو راهم لاباس بيهم. توت. السلام عليكم. صح. السلام.
العين راهي تشوف في العين، لكن كيفاش راح يقدر يقول لك انه زوجتك توفات في الحين وخلات لك بناتك الاثنين؟ ما تقولوش راحوا خلاه، الجزائري عمره ما يخلي خوه. يا صعيبة تكونوا في بلاستو وبالموت لازم عليكم تخبروه. يا بركة فيكم، يا مع السلامة. كيفاش هذا؟ عطاكي ها؟ فهم فهموا أخو قالك ها؟ فهموا مش قد فهموا مرتو ما يفهم، ما يسمعش ما يسمع. فهموا فهموا كيفاش كيفاش كله ما شفتوه فيه؟ قولوا والله العظيم. بيه 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 ها بيه 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 الله غسيري وش قالوا لي اصبح حروه حروه شاف الله يجازيك وش قالوا له وش قال باش ما والله ماني عارف حروه 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 ما فهمتوش خليني نروح ابي اقول له روح ليه هاتوا هاتوا حروه حروه نكش منها ابي تتو يا توا يا ابي تتو تتمي هذو هما قيم الحياة وهذو هما شيم الجزائريين. الخو يحضن خوه وبلسانه يدعي بالصبر والخير. الدنيا حكاية وري التليفون أخي وري التليفون من عيط هو شكون معمن هذا؟ هاتو توتوت عيط له خيلته سمجاتي هدى بيبي بيبي مراك لا لا هادي ما تبكيش ما تبكيش تبكيش اخ لا ها كنت تصفق على بالي ها كنت تصفق شنو كنت تصفق شوف ركبتو ولا غير مسكين ايه فوالا قال لك فهمني باللي زادوا عندي جبنات ومرتي ماتت وحيله يعطيك الصحه تجربه اجتماعيه رمضان زادوا عنده زوج بنات ومانيش عارف زوج بنات؟ ايه زوج بنات هابي زوج بنات قول له دفاع شاركت معنا في تجربة اجتماعية رمضان والله ما قدرت نقول لك صدقني بالله زوجة تاعها لا اله الا الله هذه والله ما نقولها على بالي لا اله الا الله ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش ايه ايه محمد روح بين خادم وين اسمه 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 ديك الجمعية كواكب 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 كا دوك دير خادم دير 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 كيفاش يقولها له اخو دير ها دير ها دير خادم 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 باش يشوفكم في رمضان في التجربة الاجتماعية
انا عرفت بلي حاجه من هناك اخويا يصح لك الله يرحمك ان شاء الله. هاي الكاميرا من هي الطوموبيلات هذيك الزوج الله يحفظهم. لا لا مقتلها ولا ما نعرف مقتلها ومانيش عارف شو ما شاء الله. شعب جزيري حليم بارك الله فيكم يعطيكم الصحه. الله يعافيك. شوف الشعب عينيه، شوف عينيه راه مدمع. شوف يا صديقي ما غاديش نقول لك شوف.